خلونا نستقبل الدكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية عبر الهاتف. برحب بك دكتور علي. حياك الله، أهلا وسهلا صديقي العزيز. تمام، يعني زميلي أحمد سميح سأل حضرتك سؤال ودلوقتي جاهزين نسمع وصوت حضرتك واضح إن شاء الله. تفضل دكتور علي. فاكر السؤال؟ نعم. ولا لا دكتور علي؟ نعم نعم طيب. نعم، الذي أردت أن أقوله هو عندما تخلت الدول الكبرى في الوطن العربي عن أدوارها أو دورها الطبيعي، شغلت هذا الدور بعض دول المنظومة الخليجية العربية مثل دولة قطر والمملكة العربية السعودية. طبعا الإمارات مكبلة بمعاهدات التطبيع مع الكيان الصهيوني، فهي ليست طرفا نزيها بين قوسين في حالة إذا تدخلت في الصراع أو في إدارة الصراع في غزة بين حركات المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام والكيان الصهيوني. هذه ناحية. الناحية الثانية يا صديقي، العلاقات الدولية تبدو لي أنا معقدة ومخيفة وغريبة، ويتحكم فيها المذهب الماكيافيلي في السياسة للأسف الشديد. يعني الغاية تبرر الوسيلة، وقتل القتيل والمشي في جنازته كما نرى نحن يعني في غزة، وكما نرى في علاقات الدول الكبرى التي تدعم الكيان الصهيوني. الآن بالنسبة لما جرى على هامش مؤتمر دافوس أو منتدى دافوس السويسري السنوي، يعني دولة قطر ماذا تفعل؟ حاولت منذ اليوم الأول للحرب ونادت وبأعلى صوتها لابد من وقف شامل لإطلاق النار لكي يتسنى لحماس وبقية حركات المقاومة في غزة أن تتفاوض مع الكيان الصهيوني عبر الوسطاء عبر قطر على سبيل المثال. نعم. ولكن لم يستجب أحد لدعوة قطر. الولايات المتحدة الأمريكية لمن لا يفهم يعني كل النداءات، يعني اسمح لي قبل أن أتحدث عن هذه النقطة، يعني أنتوني غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، جوزيف بوريل المفوض السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بلجيكا، أيرلندا، إسبانيا، مالطا، اليسار السياسي في داخل الولايات المتحدة الأمريكية وفي داخل بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، هؤلاء أصواتهم تضيع، كل يوم تضيع في سوق الصفافير السياسي للأسف الشديد. نعم. ويعني الكثيرون في الوطن العربي، الكثيرون في الوطن العربي اسمح لي، يعني أنا لاحظ حتى يعني الكثير من المحللين السياسيين العرب الذين نسمعهم في القنوات الكبرى المشهورة في الخليج وفي العالم العربي، أنا لاحظت أنهم مغيبون كثيرا. يعني عندما عن ماذا بالضبط يا دكتور علي؟ مغيبون يعني عن المشهد يعني العالمي ولا مغيبون عن طبيعة الصراع؟ لا. يعني عندما قبل 3 أسابيع حدث ما يعني فهم من قبل الكثيرين أنه انعطاف وأنه تغير مفصلي وأنه تغير نوعي في تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، هم لا يعرفون أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، هذه الدول النووية الكبرى التي تدعم الدولة النووية الوحيدة تقريبا في العالم العربي وفي الشرق الأوسط، يديرهم اللوب الإسرائيلي في واشنطن. نعم. يعني هذه يعني التغيرات التي حدثت والتي يعني ما امتدحها المحللون العرب، تقريبا كل المحللين العرب الذين يظهرون على الشاشات
القنوات التلفزيونية الكبرى والمشهورة في الخليج وفي بعض البلدان العربية وصفوها بالانعطاف ووصفوها بالتغير. هذا ليس تغير نوعي، على العكس تماما، هذه تفاهمات. يعني في اليوم الذي تغيرت فيه لكنة الرئيس الأمريكي تجاه ما يحدث في غزة، بعد حدث ذلك بعد اجتماعه مع اللوبي الإسرائيلي في واشنطن، وكان سبب هذا تغير هذه اللكنة هو امتصاص نقمة الشعب الأمريكي. صحيح. الذي خرج، لا أقول كل الشعب الأمريكي، الشعب الأمريكي الذي خرج متظاهرا يطالب الرئيس بايدن بعدم استعمال حق النقض الفيتو. صحيح. وأمريكا استعملت حق النقض الفيتو مرتين وتطالبه بوقف شامل لإطلاق النار. صحيح. وأن الذي يحدث في غزة هذا هذا سلوك نازي وعسكر الكثير من الأمريكيين أمام البيت الأبيض وعرضوا محاكاة للقصف الإسرائيلي. صحيح. الهمجي. صحيح. النازي الذي ما هو إلا إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، ليس فقط في غزة، في غزة وفي القدس العربية المحتلة وفي مدن الضفة الغربية. نعم. اللوب الإسرائيلي يا صديقي هو الذي يتحكم في صناعة القرار في الولايات المتحدة، في بريطانيا، في ألمانيا، في فرنسا، في إيطاليا. وهذا ليس كلامي يا صديقي. هذا ليس كلامي، أنا أنقله من كتب الأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين والألمان، هؤلاء الذين يمثلون اليسار السياسي. على سبيل المثال، على سبيل المثال، ربما قرأت أنت، وأنت رجل إعلامي يعني كبير ومعروف، ربما قرأت كتاب يعني جون مرشيمر وستيفن وولت اللي هو The US Foreign بوليسي عند إسرائيلي لوبي، لم يقولوا حتى اللوبي اليهودي. صحيح. ولم يقولوا اللوبي، قالوا تحدثوا عن اللوبي الإسرائيلي. صحيح. نعم. ولذلك دكتور هذه علي. الدول يا دكتور علي. هذه الدول لدي سطر واحد، هذه الدول هي أدوات في يد اللوبي الإسرائيلي. أنت تلاحظ أن بعض الرؤساء الأمريكيين عندما خرجوا من رقة اللوبي الإسرائيلي مثل جيمي كارتر، تغيرت، رجع إليهم ضميرهم الإنساني، وأصبحوا ذوي مشاعر إنسانية، وأنصف جيمي كارتر الشعب الفلسطيني. صحيح. بعد أن خرج وتحلل من قيود اللوبي الإسرائيلي بعد ما خرج من الحكم يعني. نعم. يعني مثلا نعم. اعطيك مثال. لا دكتور علي لدي سؤال. نعم. لدي سؤال. نعم. يعني به بعض الجراءة، ولك الحرية في ان تجيب او لا تجيب. هل هناك تنافس قطري مصري على ابداء المبادرات فيما يخص وقف اطلاق النار في غزة؟ ولماذا نرى دائما مبادرة قطرية لوحدها او مبادرة مصرية لوحدها؟ ليه الطرفين ما بيشتغلوش مع بعض؟ نعم، التنافس السياسي معروف يعني بين قطر وجيرانها، حتى في دول الخليج هناك حنق في داخل المنظومة الخليجية. يعني لنكن واقعيين وصرحاء، يعني مثلا في حنق من الإمارات مثلا تجاه قطر، لأن قطر منذ 2008 وهي تتصدى لإنجاح الحوارات الإقليمية والدولية، والملف 2008 الملف اللبناني أنجحت الحوار الوطني اللبناني على سبيل المثال، ثم في 2013 احتضنت الملف الأفغاني، وحتى الأوروبيون والأمريكيون إلى الدوحة ليشكروا دولة قطر لأنها أجلت لوحدها من خلال طائرات الخطوط الجوية القطرية الأمريكيين والأوروبيين من مطار كابل. يعني وطبعا الوساطات التي قامت بها قطر بين فنزويلا والولايات المتحدة وبين إيران والولايات المتحدة للإفراج عن أسرى الإيرانيين والأسرى الأمريكيين وكثير. طيب لذلك دكتور علي معلش، هذه النقطة وحضرتك ذكرتها من 2008 نقطة غاية في الأهمية، وده كان محور سؤالي القادم، وهو إنجاح الحوارات اللي قطر بتقوده منذ 2008 وقادته في كثير من
الملفات. النهاردة بنسمع السيد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وهو يقول نحن دائما نفضل الدبلوماسية على أي قرارات عسكرية، كيف نتوقف مع هذا التصريح استكمالا لما بدأته حضرتك من 2008؟ يعني هذه هي السياسة الاستراتيجية القطرية الخارجية، يعني التبني الحوار الإيجابي والوساطات الإيجابية المحايدة، هذه سياسة دولة قطر ونجحت حتى الآن. نعم نجحت حتى الآن في نعم في 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 يعني في مناسبات سياسية كثيرة، لأن دولة قطر لديها كلمة إجماع لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لدى الدول الغربية الأخرى الداعمة لإسرائيل، ولدى حركات المقاومة الإسلامية. أنت تعرف أن قطر على مدى 17 عاما الماضية تقدم لغزة يوميا $1,000,000، أي 365 مليون دولار على مدار السنة، وبالتالي غزة لقطاع غزة فقط، لقطاع غزة فقط، وهذا ليس فضلا ولا منا. يعني نحن الشعب القطري نؤيد حكومة، أكثر شيء نؤيد حكومتنا في هذا الأمر، لأن أهل غزة يعني محاصرين من قبل السلطة ما يسمى بين قوسين بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وهم مجموعة من الخونة بكل صراحة، وأنا أسميهم بلدية لحماية الأمن الصهيوني. انظر ماذا يحدث في الضفة الغربية، يعني لماذا الأجهزة الأمنية الفلسطينية لا تدافع عن الأبطال الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية وتتركهم نهبا للقوات الصهيونية؟ والله الذي تعمله القوات الصهيونية في غزة وفي الضفة وفي القدس حتى الخنازير يعملونها. طيب. أنا أقول لك هذا بكل صراحة، دكتور علي يعني ويرى. دكتور علي يعني ألا يوجد يعني ألا يوجد اقتراب لوقف إطلاق النار في غزة، خصوصا بعد يعني الحديث سواء من وزير الخارجية ورئيس الوزراء القطري أو وزير الخارجية السعودي؟ ألا تعتقد أن أحاديث الغرف المغلقة في مؤتمر ديفوس لا تنهي هذا الصراع الذي استمر منذ أكثر من 103 يوم؟ الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد إنهاء هذا الصراع. جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية الخارجية للولايات المتحدة قال قبل 5 أيام، قال إن وقفا لإطلاق النار سيكون في مصلحة حماس. يعني أمريكا تحرض وتشجع إسرائيل على إبادة شعب غزة. صحيح. والآن على إبادة شعب الضفة الغربية. يعني أنت يعني 40 ألف معتقل في الضفة الغربية من 7 من تشرين أول أكتوبر، وأكثر من 10,000 شهيد، وأكثر من 20,000 شهيد، 20,000 جريح ومفقود ومعتقل في داخل مدن الضفة الغربية. أمريكا لا تريد إيقاف إطلاق، أمريكا هي التي تدير هذه الحرب. نعم. وتقود هذه الحرب. يعني نحن أنا شخصيا أحسست بالإهانة عندما وقف أنتوني بلينكين في الدوحة وفي عمان يذرف دموع التماسيح وهو رياء سياسي واضح، عندما تباكى على البطل حمزة الدحدوح وعائلة وائل الدحدوح به الذين استشهدوا بالطائرات الأمريكية وبالذخائر الأمريكية. صحيح. وبالصواريخ الأمريكية MK-86، قنابل أمريكية MK-86 وقنابل أمريكية Blue 101 Blue 101 وقنابل ذات 2000 رطل، وهي قنابل أمريكية. صحيح. يعني هو لم يلفت انتباهه أكثر من 100,000 فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود، جلهم من الأطفال والخدج
زي ما حضرتك قلت يا دكتور علي، هم شغالين بسياسة الميكابيلي اللي هو يقتل القتيل بالعامية المصرية كده ويمشي في جنازته. صحيح. طيب ولكن انا عايز اتوقف مع حضرتك النهارده عند الوساطه القطريه، لان هناك امر لم يذكر واريد اذا كان هناك تفصيل عند حضرتك مهم جدا نسمعه. يعني تكلمنا عن في البيان عن دخول المساعدات الطبيه، ادخال ادويه وشحنه مساعدات انسانيه للمدنيين في قطاع غزه، ولكن في ظل دخول المساعدات هل سيكون هناك ايقاف لاطلاق النار من اجل دخول هذه المساعدات؟ يعني لم نرى من يتحدث في هذا الشأن تحديدا، هل ستكون هناك عملية إيقاف لإطلاق النار؟ هل ستكون هناك هدنة؟ دولة قطر يا صديقي تحاول أن تنقذ ما يمكن إنقاذه. أيوة. وهي لم تصدق أنها حصلت على هذه الفرصة في التعاون مع فرنسا. نعم. وفرنسا هي إحدى الدول الداعمة والتي اشتركت في مجلس الحرب بعد يوم واحد بعد 7 أكتوبر تشرين الأول، وجاءوا كلهم الى نتنياهو يقدم له ما اسميه انا في سايكوثيرابي، بالعلاج النفسي. علاج نفسي، جلسات علاج نفسي جماعي. لان الذي حدث في 17 لم يحدث منذ عام 1948. مزبوط. والمساله باختصار انا قلتها حتى لوسائل اعلام غربيه، المساله ببساطه الفلسطينيون المقاومون لم يفعلوا شيئا خطا يوم 17. هم دخلوا إلى جزء بسيط من عمق وطنهم المحتل. صحيح. وفي خلال حرب الساعات الست استطاع المقاومون الفلسطينيين لأول مرة في تاريخ الصراع أن يستعيدوا 622 كيلو مترا مربعا من وطنهم المحتل. وبالمناسبة يعني أنت عندما تذهب إلى مكتبة الكونغرس الأمريكي وتلاحظ وثائق موجودة بأن فلسطين هي فلسطين. نعم. ولكنها أصبحت إسرائيل منذ عام 1948. مزبوط. فقط. وأن الأوروبيين والأمريكيين المنتصرين في الحرب العالمية الثانية أرادوا أن يكافئوا الكيان الصهيوني بفلسطين نتيجة ما فعله هتلر، حتى يعني في وحدة صهيونية اسمها البروفيسورة عيديد ظهرت معي في إحدى القنوات، لا أريد أن أسميها، إحدى القنوات العالمية لا، قلت لها أنت تعتقدين أن الذي قتل الذين اقترفوا الهولوكوست وقتلوا 6 ملايين أو 5 ملايين أو 4 ملايين يهودي، وهذا شيء مؤلم وشيء قاسٍ، وقلت لها بالإنجليزية This is very terrible، ولكن قلت لها ليس العرب ولا المسلمون. نعم. ولا الفلسطينيون هم الذين اقترفوا ذلك. صحيح. الذي اقترفوا الهولوكوست هم أشخاص في لونك أنت، بيض. نعم. أوروبيين نازيين. تصور أنها بروفيسورة تعتقد أن الفلسطينيين والعرب والمسلمين هم الذين اقترفوا الهولوكوست بالتعاون مع هتلر. هذا غباء سياسي إلى أبعد الحدود. هم. نعم. يعني هم أغبياء. وهي قالت ما قاله وزير الدفاع الصهيوني، قالت على شاشة التلفزيون، وكلنا أنا والمذيع وكلنا قلنا ما هذا الكلام، أنت بروفيسور تقولين هذا الكلام، قالت هؤلاء في غزة حيوانات بشرية. نعم. كان تصريح غاية في الإصدراء وتابعناه كلنا يا دكتور علي. ونتمنى إن شاء الله. وهي قالته على الشاشة في اللقاء. صحيح. صحيح. الذي جمعني معها. أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا عبر الهاتف. نتمنى إن شاء الله تكرار هذه المقابلة وتكون معنا صوت وصورة عبر سكايب بإذن الله في قادم الموعد. شكرا جزيلا لحضرتك.